صام ريسبونس اللي هو مردي المزمور بتاع القداس، او برضو ده المردي المزمور بتاع القداس او العشيه او باكر بتاع عيد الصليب. برضو هي نفس النغمه، يعني نفس النغمه بتاعت الاعياد اللي هي اثنين هللويا، بعد كده بنقول مردي المزمور، وممكن نختم وهفضل عشان هنختم بالهللويا الكبيره الطويله دي. بص اسم فالو معايا بالهزات. هللويا هللويا يسوس بخريستوس بشيري مبنوتي بيه طفاش بستاوروس إك إخوم خيمت سطانا صباسي تني شارك بالليل. That's all right, okay؟ نجرب ولا نقسمها؟ مثالي سهلة صح؟ اوكي، يعني انتوا لو بصيتوا على الهزات هي مفيش هزات، هي كله يعني ذنبي كده، بس شايفين الشرط دي معناها الوقفات ما بين الايه؟ يعني تعمل فيها وقفة كده او تاخد نفس في الحتة دي. يلا نجرب مع بعض، يلا كلنا مع بعض. 1 2 3 هللويا هللويا يسوس بخريستوس امشي بتقف عليهم كده واقف كده. ساتانا صباسي تنيت شالك بلي ايه. شفت ازاي؟ تاني، يلا تاني من الاول. 1 2 3 هللويا هللويا يسوع كريستوس امشي One, two, three. Hallelujah.